وفي هداية الحيران في مسألة الدوران عبد الكريم بن صالح الحميد لحميد لحميد قال: أما بعد، فإن مما عمت به البلوى في هذا الزمان دخول العلوم العصرية على أهل الإسلام. لاحظوا، يحاربون العلوم العصرية. هذا يعطيك إشارة. الفلسفة، علم الكلام، التفت المنطق، الرياضة، هذه العلوم عندهم هي عبارة عن علوم عصرية في كل زمان، هي تعتبر عصرية في زمنها في وقتها. فمن يسلك هذا الطريق، الحكم الأول هو زنديق وكافر. إذن الرازي زنديق وكافر، الشيخ الرئيس زنديق وكافر، الفارابي زنديق وكافر، المعتزلة زنادقة وكفار، الأشاعرة زنادقة وكفار، الشيعة الرافضة زنادقة وكفار. حتى لاحظ نصل إلى هذا الأمر، علي بن أبي طالب زنديق وكافر، لأنه عندما ترجع إلى ما قاله علي سلام الله عليه في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة، فإن المعتزلة وغير المعتزلة لم يخرجوا عن ما قاله علي، في كثير من ما قاله علي لم يخرجوا عنه. فالتيمية يقنون يقينا بأن علي سلام الله عليه هو زنديق وكافر، لأنه يقول بالتنزيه والتقديس. إذن يقول: فإن مما عمت به البلوى في هذا الزمان دخول العلوم العصرية على أهل الإسلام من أعدائهم الدهرية المعطلة، فأنت دهري معطل، ومزاحمتها لعلوم الدين. وهذه العلوم قسمان، القائل من؟ القائل عبد الكريم في هداية الحيران. يقول القسم الثاني: علوم مفسدة للاعتقاد، مثل القول بدوران الأرض وغيره من علوم الملاحدة. لكن موضوع البحث هنا هو القول بدوران الأرض. جاءت هذه النظرية الفاسدة الباطلة من قوم لا يقرون بوجود الله الخالق، فهم لا يعتمدون على وحيه لمعرفة مخلوقات الله، فعمدتهم في أبحاثهم عقولهم القاصرة وفهومهم الخاسرة، وقد فتن بهم المسلمون. فتن المسلمون بالعلم والعلماء وبالتكنولوجيا وبالمعلومات العلمية. وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة، وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة. ومن طلب الهدى في غير وحي الله عز وجل فقد ضل، وإن ادعى أنه وأنه وأنه. فحقيقة الأمر أنه هذا الكلام له هو الذي يقول: وإن ادعى فقد ضل، وإن ادعى أنه وأنه. أيضا نداء، كلام، توجيه، نصيحة للداعين، للدعاة في الخارج الآن، من يكون لهم الهمة والعمل والسبب في هداية الآخرين، يتحدثون عن قرآن وعن علوم قرآن وعن إعجاز قرآني، فأنتم تكونون من أكبر المنافقين عندما تهدون الآخرين إلى الإسلام وأنتم تعتقدون بإمامة هؤلاء، وأنتم تتبعون هؤلاء وأمة هؤلاء. هؤلاء إذن على حساب هؤلاء وتقييم هؤلاء أنتم منافقون، أنتم ضالون، أنتم كفرة، أنتم زنادقة، أنتم ملاحدة. فكيف تعتقدون بإمامة هؤلاء التيمية أمة التكفير والإرهاب؟ فصححوا اعتقادكم، لا أجر لكم أبدا، صححوا ما تعتقدون به، تبرعوا من هذا، تبرعوا من هؤلاء الزنادقة، من هؤلاء أمة التجسيم، من هؤلاء المكفرة، من هؤلاء أهل الإرهاب، تبرعوا منهم. وقد فتن بهم المسلمون أي فتنة، ومن طلب الهدى في غير وحي الله عز وجل فقد ظل، وإن ادعى أنه وأنه. فحقيقة الأمر أنه طلب الهداية لمعرفة مخلوقات الله ممن لا يعرف الله ولا يعترف بوجوده كما يصرحون بذلك، فهم دهرية معطلة. كيف يوفقون أو يوفقون لعلم صحيح، كيف يوفقون لعلم صحيح في أشياء لا تعرف حقائقها إلا بواسطة العلم الذي أنزله خالقها وموجدها وخالق كل شيء؟ حشو كلام يسري على الجهال. يقول: إلى أن قال: واعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان من القرود بكثير. يعني الذي يقول، التفت جيدا حتى نؤكد على هذا الأمر، لاحظ ما هو الملاحظ هنا، الملاحظ هنا: الليل والنهار هل من دوران الأرض أو من دوران الشمس حول الأرض؟ حتى نقطع ألسنة المنافقين
عبدت الأشخاص. إذن ابن باز كفر من؟ كفر الذي يقول بثبوت الأرض وكفر الذي يقول بدوران الأرض وترتب الليل والنهار على دوران الأرض. كفر الذي يقول بثبوت الشمس بحيث لا تتحرك الحركة التي تدور فيها حول الأرض كل يوم ويتحقق الليل والنهار على أساس هذه الحركة. وهذا الذي أيضا يقول به هذا هو يؤكد هذا. هذا الثاني يؤكد ما قاله وهو في هداية الحيران لعبد الكريم، يقول واعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان الذي يعتقد بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس بالعكس الشمس تدور حول الأرض. الذي يعتقد بأن دوران الأرض حول الشمس فهذا اعتقاده عند هؤلاء التيمية، عند هؤلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب، عند هؤلاء أئمة الدواعش ودولة الدواعش المارقة. يقول واعتقاد دوران الأرض عند هؤلاء اعتقاد دوران الأرض أعظم من اعتقاد تسلسل الإنسان من القرود بكثير. يقول هذا الأخير تسلسل الإنسان من قرود، هذه نظرية التطور، هذا الأخير فرع من الأول، وإنما الذي اتضح للناس أكثر بطلان تسلسل الإنسان من القرود. يقول ذلك اتضح والتمس عليهم أمر دوران الأرض لأنه تصدى لترويجه كتاب ممن ينتسبون للإسلام، ممن ينتسبون ليسوا من الإسلام كما قلت لكم أيها الدعاة، هؤلاء يتهمونكم بأنكم لستم من الإسلام. يقول لأنه تسبى لترويجه كتاب من ينتسبون للإسلام تأولوا كثيرا من أدلة الكتاب والسنة زاعمين أنها تؤيد هذا القول ولا تعارضه. وأقول هذا مثل واضح بسيط يؤسس ليقينية جهل هؤلاء وعبادتهم للأشخاص واستكبارهم إلى حد الفضيحة والخزي، كل ذلك من أجل عدم تخطئة أمتهم من حارب التأويل وكفر أهل التنزيه والتقديس وسفك دماءهم وانتهك أعراضهم وسلب أموالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.